قبل ما ابدا اتكلم مع حضراتكم في اي مواضيع تخص الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها، عايز اقول لحضراتكم هناك فارق كبير جدا جدا ما بين النادي الاهلي واي حد تاني في مصر وبره مصر كمان الحقيقه. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان انا خلال الاربع خمس ايام اللي فاتوا او منذ ان اعلن عن انطلاق انتخابات النادي الاهلي ما شفتش تنظيم وشكل رائع بيشتغل بيه النادي الاهلي غير في النادي الاهلي الحقيقه. يعني الانتخابات في النادي الاهلي وعلى شاشه قناه النادي الاهلي ستكون في كل الاتجاهات، وحضراتكم ان شاء الله بدايه من بكره الساعه 10 هيكون مع حضراتكم برنامج الاهلي ينتخب. الاهلي ينتخب، هل هو هيجيب ناس معينه فقط علشان يتكلموا عن الانتخابات؟ هل هيجيب اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي السابقين فقط علشان يتكلموا عن الانتخابات؟ لا، سياسه النادي الاهلي دائما العدل والمساواه في كل شيء، العدل والمساواه في كل شيء. عشان كده النادي الاهلي من 1907 وحتى الان هو النادي الاهلي، وسيظل لغايه بعد مليون سنه هو النادي الاهلي، طالما الجميع بيتبع قوانين النادي الاهلي او سياسات النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي الخاصه به وتقاليده، مش اي حاجه تانيه. عشان كده ابتداء من بكره ان شاء الله في تمام الساعه 10 سينطلق برنامج الاهلي ينتخب، هيكون طبعا من تقديم الاستاذ ابراهيم المنيسي. الاستاذ ابراهيم المنيسي هيتكلم مع حضراتكم وهيستضيف مجموعه معينه، لا برضه، ولكن هيستضيف كل المرشحين اللي عايزين يجوا يكونوا متواجدين على شاشة قناة النادي الأهلي ومن خلال الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي اللي بتدعو كل المرشحين إن هم يكونوا متواجدين على شاشتهم، شاشة النادي الأهلي. من بكرة إن شاء الله هيكونوا متواجدين خلال العشرين يوم القادمة كل المرشحين في القايمة أو مش في القايمة. زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي انتخاباته دايما بتكون انتخابات لها فيها كلام كتير وفيها ناس كلها بتحب تعرف ايه اللي بيحصل في الانتخابات او عايزه تعرف ايه اللي هيحصل في الانتخابات، عايزه تعرف، لان الجمعيه العموميه في النادي الاهلي هي جمعيه عموميه مختلفه، جمعيه عموميه بتحب تفهم علشان تقدر تقرر مين اللي هيكون معاها خلال الفتره اللي جايه. وبالمناسبه ده اخر يوم انا هتكلم فيه انا كاسلام الشاطر او كالبيت الكبير نتكلم فيه في موضوع الانتخابات. كل ما يخص انتخابات النادي الاهلي هتجدوه ان شاء الله بدايه من بكره في تمام الساعه 10 هيبدا في برنامج الاهلي ينتخب. كل حاجه بقى تخص الانتخابات وكل حاجه تخص جميع المرشحين العشرين اللي اعتمدهم مجلس اداره النادي الاهلي علشان يتنافسوا في الانتخابات القادمه سواء قايمه او بره القايمه، الكل مدعو على شاشه قناه النادي الاهلي ليكون متواجدا على هذه الشاشه اللي هي البيت الكبير اللي كل الناس من حقها، كل العشرين مرشح من حقهم ان هم يكونوا متواجدين على شاشه قناه النادي الاهلي علشان تشرح كل برنامجك من خلال شاشتك وامام جمهورك وجمهور الجمعيه العموميه او جمعيه العموميه للنادي الاهلي، علشان في النهايه الجمعيه العموميه تختار من تراه مناسبا لمجلس اداره النادي الاهلي اللي هيقود النادي خلال الاربع سنوات القادمه. وبالتالي النهارده آخر يوم هنتكلم فيه كبرنامج عن الانتخابات. كل مرة تانية أنا آسف أن أنا بأكرر، ولكن مرة تانية الانتخابات بداية من بكرة كل ما يخص الانتخابات ساعة ونص كل يوم في برنامج الأهلي ينتخب مع رجل قدير وكبير الأستاذ إبراهيم المنيسي، هيتكلم مع كل المرشحين فيما يخص الانتخابات خلال لغاية يوم 26 نوفمبر اللي هو موعد الانتخابات، لغاية يوم 26 نوفمبر هو يوم موعد الانتخابات. شكرا جزيلا للنادي الأهلي وشكرا جزيلا لمبادئ النادي الأهلي اللي بتخلينا نبقى واقفين وإحنا فخورين. أنا واقف قدام حضراتكم وأنا فخور بالتعامل المحترم، بكل شيء محترم مش بنثبته بالكلام. إحنا النادي الأهلي مش بيثبت الكلام أو بيقول الموضوع بالكلام فقط، ولكن بالفعل، وبيثبت ده من خلال شاشته، شاشة النادي الأهلي. فانتظروا برنامج الأهلي ينتخب بداية من بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 10.